السلام عليكم. من اليوم فصاعدا صار الحرس الثوري الإيراني الذي صال في المنطقة وجال، والذي التقط قادته صور التذكارية في عدد من المدن العربية المدمرة، صار منظمة إرهابية في القانون الأمريكي. وأي دولة أو منظمة تتعامل مع الحرس الثوري فإنها بذلك تخرق القانون الدولي وتمول الإرهاب، هكذا قالت واشنطن. سابقة أن تضع أمريكا جيشا كاملا ومؤسسة حكومية لها استقلاليتها وثقلها على لائحة المنظمات الإرهابية، لكن ماذا تريد واشنطن من وراء هذه الخطوة؟ هل كسر رجل الحرس الثوري ومنعه من التمدد خارج الحدود، أم أن الأمر أبعد من ذلك وأعمق؟ هذا ما نبحثه في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلا وسهلا بكم. منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات الاقتصادية على إيران، تصاعدت التوترات بين البلدين، حتى صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في خطوة تصعيدية جديدة. إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية سيسمح للولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات، خاصة فيما يتعلق بمشاركته في الاقتصاد الإيراني والذي يستحوذ على 20% منه. ترامب وصف الحرس الثوري بأنه أداة طهران الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملاتها الإرهابية العالمية، فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن الحرس الثوري انخرط في نشاط إرهابي منذ نشأته، وأن لديه مخططات إرهابية في أوروبا وأفريقيا، لكنها لم تتطرق للوجود المستمر للحرس الثوري في سوريا والعراق واشتراكه في قتل مئات الآلاف من المدنيين، مما يشير إلى علامات استفهام كثيرة بشأن توقيت الإعلان الأمريكي. المرشد الإيراني علي خامنئي دافع عن الحرس الثوري وقال أنه واجه الأعداء في الداخل والخارج، وإن أمريكا فشلت في عرقلة تقدمه حسب وصفه، فيما وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بزعيمة الإرهاب العالمي ردا على التصريحات الأمريكية. قادة في الحرس الثوري الإيراني أكدوا أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وحاملات الطائرات في الخليج العربي ستكون في مرمى نيران الصواريخ الإيرانية، وأعادت طهران ما تهدد به منذ عقود دون تنفيذ بتعطيل شحنات النفط في مضيق هرمز إذا حاولت الولايات المتحدة خنق الاقتصاد الإيراني بوقف صادرات النفط. وفي الوقت الذي يصنف فيه الحرس الثوري منظمة إرهابية، يرعى فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد تجمعا كبيرا لتكريم قتل الحرس الثوري الذين سقطوا في المواجهات العسكرية مع تنظيم الدولة في العراق. وبالرغم من التصنيف الأمريكي للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خطرة والتوقعات بحذو عدد من الدول حذو الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التصنيف، إلا أن قادة الميليشيات الطائفية من فكوا يدافعون عن الحرس الثوري ويؤكدون ارتباطهم المباشر بخامنئي. ينضم إلي في الاستوديو يمان دابقي، الباحث في مركز برق للسياسات والاستشارات، وعبر سكايب من تونس عباس الكعبي الكاتب الصحفي، على أن يلحق بنا من سكايب عبر سكايب أيضا من مدينة جافل السويدية السيد جمعة ياسين الناشط السياسي الأحوازي. أهلا بالجمع الكريم مع حفظ الألقاب. نبدأ معك يمان، إذا ما كان الحرس الثوري منظمة إرهابية وتطلع بكل هذا الدور الخطير في المنطقة وفي زعزعة استقرار الدول وفي التمدد خارج الحدود وفي تهديد الأمن القومي الأمريكي وتهديد الاستقرار الإقليمي إلى آخره، إذا ما كان الأمر كذلك، لماذا كل هذا التأخير في إدراج هذه المنظمة على لائحة المنظمات الإرهابية؟ وما دلالة التوقيت الآن؟ حياكم الله وللسادة المشاهدين ولكل من يتابعنا عبر قناتكم الكريمة. حقيقة هو ليس بالموضوع أو الأمر المتأخر، فسبق للولايات المتحدة الأمريكية ولقوائم والإرهاب بالنسبة للمؤسسات الأمريكية المختصة بتصنيف الجماعات الإرهابية أن صنفت الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب وللعديد من الشخصيات وأيضا الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني. لكن هي أدرجت شخصيات تتعامل مع الحرس الثوري ضمن، لكن أن تكون مؤسسة وجيشا كامل هذه المرة الأولى والسابقة. هنا المفارقة، قلت يعني في 2007 و2017 تم إدراج العديد من الشخصيات التابعة للحرس الثوري الإيراني والعديد من الشركات التي تتعامل مع الحرس، ولكن المفارقة الآن الجديد هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف جيش نظامي كامل الهيكلية كمنظمة إرهابية، وهذا يدل على شيء، يدل على أن الاستراتيجية الأمريكية في عهد ترامب قد اتخذت بعدا لأبعد درجات التصعيد مع
من خلال استهداف إيران أو أيضا النفوذ بالنسبة لإيران. طبعا في هذه النقطة ملجأ لماذا؟ لأن الإدارة الأمريكية تريد تحقيق العديد من المطالب أو تحقيق سلسلة من الأهداف، أولها هي سلسلة المطالب حقيقة التي صرح عنها وزير الخارجية مايك بومبيو في أيار مايو 2018. لو أذنت لي قبل الحديث عن الأهداف الأمريكية من هذه الخطوة، يعني لابد من السؤال عن التوقيت، ما دلالة التوقيت؟ لماذا الآن وأمريكا تهدد وتتوعد وترعد وتزود بحق إيران والحرس الثوري الآن قررت إدراجه في سابقة خطيرة حقيقة؟ لماذا الآن؟ هل من دلالة التوقيت؟ طبعا اليوم إذا نظرنا للتوقيت فهو يحمل العديد من حقيقة من الأهميات. أولا هناك تغير بالسياسات الدولية حقيقة في كامل المنطقة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. نحن نعلم بأن إدارة ترامب تختلف عن إدارة أوباما. الاختلاف بالسياسات والمتغيرات وتصاعد الأزمات وأيضا امتداد نفوذ إيران، هناك تصور عام ما بعد الانتهاء من مرحلة تنظيم الدولة داعش والانتهاء من أو لنقل على الإعلان تم الانتهاء من التنظيمات الجهادية. إيران بنظر السياسات الأمريكية الجديدة أنها توسعت أكبر من اللازم، خاصة بما يتعلق بالسياسات الخارجية، والحرس الثوري هو عصب هذه السياسات. إضافة أن الترتيب الجديد لتلك المنطقة، هناك تصور عام من خلال السياسات الأمريكية وأيضا إسرائيل لوضع ترتيب جديد لما يسمى، أنت تعلم والجميع يعلم، بالشرق الأوسط الجديد والذي تم الإعلان عنه ب 2005. الآن من خلال بالضبط المراحل التي مرت بها المنطقة العربية من 2011 إلى الآن، أنا باعتقادي مرت بالعديد من المراحل أو الوصول إلى أقصى درجات التصعيد والفوضى الخلاقة. تم القضاء على الثورات في بعض المناطق من خلال تكريس الأنظمة العسكرية وأيضا بتجاهل وغض الطرف من قبل السياسات الأمريكية، لأنها ترى بأن هذه الثورات ستوصل الأنظمة الإسلامية إلى تلك إلى سدة الحكم. اليوم عندما تم إضعاف هذه الأرضية من خلال منظومة الشعوبات التي قادت للحراك، انتقلنا إلى مرحلة أخرى، لأننا نعلم بأن موضوع يعني الانتهاء من التنظيمات كانت مسرحية. إلى الآن التنظيم هناك خلايا أمنية نشطة في تلك المنطقة، لكن بالرأي العام يتم التجاهل عنها. الآن هناك يعني الانطلاق إلى مرحلة جديدة باعتقادي، وهي عودة الآن يجب عودة إيران إلى مكانها الطبيعي ما قبل 2011، لأنها باعتقادي قامت بالدور الممنوح لها، لأننا نعلم بأن إيران لم تدخل إلى تلك المنطقة إلا للقضاء على الإسلام السني من خلال إعطاء الضوء من قبل الإسرائيليين وحتى الأمريكيين. باعتقادي بأن المرحلة انتهت، ولكن إيران باعتقادي، لكن أنت قلت أن تنظيم الدولة، مسرحية إنهاء تنظيم الدولة هي عبارة عن مسرحية وما زال له نفوذ. كيف يتفق أن تدفع أمريكا الحرس الثوري إلى الانكفاء إلى حدوده الداخلية في الوقت الذي ما زال تنظيم الدولة يشكل تهديدا في المنطقة؟ كيف يتفق هذا؟ هناك في فرق بالتهديدات، لأن التهديد عندما وصل إلى الذروة كان التحالف الدولي عندما أنشأ ب 2014 وضم العديد من 66 دولة للقضاء عليه. الآن باعتقادهم تم التغيير في الأولويات، لأن بقايا الخلايا أمريكا نفسها ستوكل بعض القوى المحلية للقضاء على تلك البؤر لما تبقى من تنظيم الدولة داعش، وبالتالي الأولويات هنا أصبح الخطر الإيراني على المنطقة مهددا للأمن لمنظومة السلم والأمن الدوليين، وبالتالي تم التوجه إلى تلك سياسة السلاح الاقتصادية وأيضا الخنق الاقتصادي، وهنا سنتكلم بهذه النقطة لاحقا بالتفصيل. سأعود إليك، لكن دعني أتحول الآن إلى تونس لأسأل عباس الكعبي. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عباس. ما القيمة السياسية لقرار أمريكا إدراج الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية؟ بمعنى آخر، ما حجم وطبيعة الأثر الذي أحدثه في الإيرانيين نفسيا ومعنويا؟ حياكم الله ومساء الخير، تحياتي لكم لقناتكم الغراء ولمشاهديكم الكرام ولضيوفكم الأفاضل. أهلا وسهلا. بداية أهلا بك، لابد من الإشارة إلى أهمية الحرس الثوري باعتبار أنه يعد العمود الفقري للنظام الإيراني الحالي، ويعكس هيبة الدولة الإيرانية والمسيطر على غالبية مفاصل الدولة والحكومة في إيران، وما تتضمنه هذه الدولة والحكومة كذلك من وزارات سيادية ومؤسسات ومنشآت عسكرية وأمنية واقتصادية وغير ذلك. لذلك فاستهداف الحرس الثوري وفرض وإدراجه على قائمة الإرهاب فله دلالات كثيرة وأهمية كبيرة حقيقة.
ويعني ايضا يعني ذلك بان المفاوضات التي كانت تدور بين ايران والولايات المتحده الامريكيه بالسر او بالعلن سواء في سلطنه عمان او عبر الوسطاء الاوروبيين يعني بانها قد باءت بالفشل وقد وصلت الى الطريق المسدود، هذه من ناحيه. وكذلك ايضا يعني ذلك بان الولايات المتحده الامريكيه اكثر تعنتا في العروض التي تقدمها تجاه العروض التي تقدمها ايران باعتبار انها لها شروط كثيره، السقف الشروط الامريكيه عاليه مرتفع، ايران حقيقه مستعده لتقديم تنازلات مهما كانت مريره مقابل الحفاظ على النظام، مقابل الحفاظ على ما تسمى بوحدتها الجغرافيه، والدليل على ذلك من خشيه ايران على وحدتها الجغرافيه يمكن الاشاره استاذ إلى عباس. نعم. لو اذنت لي معذره عن المقاطعه، ربما نبحث في خيارات ايران بعد الفاصل في المحور المقبل، نبحث خيارات إيران في الرد على هذه الخطوة وإلى أي مدى يمكن أن تقدم تنازلات كما تفضلت وذكرت أو أنها تتمنع في مواجهة المطالب الأمريكية. لكن قبل ذلك أريد أن أسألك عن القيمة السياسية لهذا القرار، ما الذي يمكن أن يحدثه في الإيرانيين من أثر سياسي ونفسي ومعنوي خصوصا في هذه الظروف؟ نعم، هو حقيقة هي الحرب مفتوحة على عدة جبهات، وليس أنه يأتي على يعني لا تقتصر على إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب، بل هناك قرارات أمريكية، العقوبات على سبيل المثال الإدارة الأمريكية أكدت بأنه خلال فترة وجيزة ستصل إصدار النفط الأحوازي الذي تصدره إيران إلى مرحلة الصفر، إلى رقم صفر، وهذا الحقيقة يعني هذا مخيف جدا، ويعني بالنسبة للنظام الإيراني يعني أنه يعقد الأمور كثيرا، والانعكاس كبير جدا على الوضع الداخلي الإيراني، زعزعة للبيت الإيراني الداخلي، زعزعة في الصفر. لكن تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين وحتى في الداخل الإيراني، إصلاحيون و يعني ما يسمى بالإصلاحيين طبعا الفريق الإصلاحي وحتى المحافظون أو الأصوليون أو المتشددون على اختلاف التسميات، كلهم يعني متجمعون حول دعم الحرس الثوري، ولا يبدو أنهم يريدون أن ينخوا يعني أن ينحنوا لهذه المطالب الأمريكية. هذا مفروض عليهم، لطالما هم في النظام او يشكلون عناصر النظام ويعملون ضمن اطار هذا النظام فهذا مفروض عليهم بان يطلقون مثل هذه التصريحات، ولكن الحقيقه الاخبار والمعلومات الوارده، دعني اقول سيدي الفاضل، هناك معلومات وهناك اخبار يعني انه اعلاميا منشوره وغير ذلك، ولكن المعلومات الوارده تفيد بانه الحرس الثوري حالته حقيقه متراجعه جدا، متهاوية، هناك عدم ثقة بين الكثير من قادة الحرس الثوري وبين النظام، والدليل على ذلك حجم الإقالات الكبيرة التي أقرها خامنئي مؤخرا، فدفعة واحدة أقال 65 عنصر من قادة الدرجة الأولى وضباط الصف الأول والثاني في الحرس الثوري، وأخيرا أقال رئيس الحرس الثوري وعين حسين إسماعيلي عوضا عن جعفري. فهذه الأمور تعكس حجم الأزمة الداخلية الإيرانية التي تعيشها، والتي وهذه تخلق حالة عدم ثقة بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين في النظام، أي يعني كما أنه تمت إقالة المسؤولين الآخرين، والإقالات لا تشمل إقالة الحرس الثوري وحدهم، إنما تشمل مسؤولين سياسيين إيرانيين، رغم أن إيران والأرقام الرسمية تشير إلى 65 قيادة في الحرس الثوري، ولكن الواقع بأن الأرقام الرقم أكبر من ذلك وتتجاوز المئات، يعني بحدود 200 عنصر وضابط من ضباط الصف الاول والثاني ومسؤولين من خطباء مثل ائمه الجمعه الذين يعتمد عليهم كثيرا خامنئي في الترويج والدعايه في العديد من المدن والمحافظات الايرانيه، فالازمه كبيره في البيت الداخلي الايراني، ثم ان هناك نوع من الصراع بين الاجنحه، فهناك تيار يؤمن بمثلا الجعفري كان يدخل في النزاعات بين الاجنحه الايرانيه، وكان له خلافات مع حسن روحاني، والدليل على ذلك أول تصريح لحسن روحاني بعد تغيير قائد الحرس الثوري وأقالة الجعفري، قال نأمل بأن تكون العلاقات جيدة وأن تتحسن بين الحرس الثوري والرئاسة أي والحكومة. طيب. فهناك صراع في الأجنحة في داخل البيت الإيراني. طيب، هناك صراع في الأجنحة. أعود إليك في الاستوديو يمان، قرار الإدراج هذا الأمريكي حوى التهديدات والوعيد وأنه يعني سيعاقب كل من يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني إلى آخره كما تعرف. السؤال هو، أمريكا لم تقدم مطالب محددة للإيرانيين ينبغي عليهم أن يطبقوها في الآونة الأخيرة تحديدا في هذه المرحلة، باستثناء القول ينبغي على إيران أن تغير من أسلوبها. السؤال هو الآن، ماذا تريد واشنطن على وجه الدقة من الإيرانيين في هذا الخصوص؟ نعم، هذا الجزء الأكبر من الاستراتيجية. أنا تكلمت في المقدمة
تم طبعا انتقلنا الى غير نقطه، ولكن ساعيد الاساس في هذا التصعيد يعني من خلال السلاح الاقتصادي. انا اريد ان انوه نقطه قبل ان اجيب على سؤالك. تفضل. هو ايضا نقطة مهمة، الطرفان لا يرغبان بمواجهة مباشرة، ما دام الاعتماد على سلاح الخنق الاقتصادي المتبع أيضا منذ ثمانينات القرن الماضي على إيران، وبالتالي هناك مواجهة مباشرة عسكرية تخصر. نعم عسكرية، لأن سنبحث هذا في آخر. نعم المحل. بالضبط، ولكن هذه نقطة في غاية الأهمية سنبحث عنها. لماذا؟ لأن الدفع بالسلاح الاقتصادي يراد منه تحقيق سلسلة من الأهداف السياسية، تحقيق جملة من المطالب. الأول، إيران تريد أن تفاوض إيران على دورها الإقليمي، إضافة تريد أمريكا إضافة إلى مناقشة صيغة جديدة بما يتعلق بالاتفاق النووي بما يتناسب التوجهات الأمريكية. والجميع يعلم بأن ترامب لم يقدم على فسخ الاتفاق في 2015 الموقع مع 5+1 إلا من بعد تصريحات قال بأن هذا لا يعود بالنفع على السياسات الأمريكية، وبأن وانتقد أوباما بأن أوباما ارتكب خطأ بهذا الموضوع. والجميع يعلم بأن أوباما تجاهل كل أنشطة إيران الخارجية بمقابل توقيع الاتفاق النووي. ومن ثم الآن الصيغة الجديدة التفاوض مع إيران على الصواريخ أيضا الباليستية التي هي تعتبر القوة العسكرية الرئيسية لإيران. وشهدنا العديد منذ حقيقة أواخر 2018 كيف إيران استخدمت بعض الصواريخ واستخدمت ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر في مضيق هرمز، وأيضا استخدمت أيضا بعض البوارج الأمريكية. إذن هذه الصواريخ التي يمكن أن تحمل برؤوس نووية يجب أيضا عقد اتفاق عليها، إضافة إلى موضوع يعني الحديث عن دور إيران التوسعي لأنها تدعم العديد من الميليشيات. ونحن نعلم بأن السياسة العبثية التخريبية لإيران قد الآن وصلت إلى الذروة من خلال أذرعها سواء في لبنان أو حتى في سوريا أو حتى في اليمن، ومؤخرا أنا أقول لك في ليبيا وفي المنطقة المغاربية بعد اشتعالها. إذن هذه الضغوطات الاقتصادية عمودها الرئيسي أن تعيد إيران إلى طاولة المفاوضات، لكن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات لكن السؤال الآن المطروح عن الدور الذي تريده أمريكا للحرس الثوري الإيراني أن يؤديه سواء في الداخل الإيراني أو في الخارج. لكن سأختم معك هذا المحور، دعني أذهب إلى السويد لو سمحت لي، أذهب إلى السويد إلى مدينة جافل السويدية مع السيد جمعة ياسين الناشط السياسي الأحوازي. مرحبا بك أستاذ جمعة. يعني قبل قليل ضيفنا عباس الكعبي من تونس قال إن القرار الأمريكي إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية اهتزت له إيران في الداخل، وربما يربك حسابات الإيرانيين ويعقد من حساباتهم سواء الداخلية أو الخارجية. إلى أي مدى تتفق مع هذا وكيف تفسر هذا الاهتزاز؟ مرحبا بك أستاذي، وتحية لك ولضيوفك الكرام. أهلا. ولمشاهدي قناة الرافدين، وأشكركم على هذه الاستضافة. هذا الكل متفق عليه، كل المراقبين متفقين أنه أرتك الوضع الإيراني في الداخل. لكن هل أن أمريكا وصلت إلى خط النهاية مع فارس؟ يعني كيف أربك الكل؟ كيف الكل متفقون؟ يعني أنت تقول أن الكل متفقون على أن هذا القرار أربك الإيرانيين في الداخل، لكن الأخبار الواردة من الداخل الإيراني تفيد بأن الكل تجمع وراء الحرس الثوري الإيراني، هذه المؤسسة التي تسيطر على ثلث الاقتصاد الأمريكي والتي تتمتع بحصانة دستورية. المادة 150 من الدستور تنص على أن هذه المؤسسة موجودة لحماية الثورة ولحماية مكتسبات الثورة، وينبغي أن تبقى موجودة. يا سيدي، هناك 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 معلومات خفية وهناك اطلاعات توصل بين فينا وأخرى أن الوضع بالداخل وضع حش جدا، مخصوصا وضع الحرس الثوري حتى يتوقع حتى يتوقع بعض المراقبين أنه هناك انهيار كامل سيحدث، وهناك تشرذم موجود وتناحر موجود بين الأجنحة. أنت عليك أن تعرف النظام كله هو الحرس الثوري، وليس هناك دولة، الدولة شكل بس. يعني أما من يسير الأمور، هل تعتقد أن هذا القرار الأمريكي يمكن أن يحدث أثرا حقيقيا وعميقا في أداء الحرس الثوري الإيراني؟ هذا أمر طبيعي، فإيران الآن في حالة انهيار تام، العملة منهارة إلى الآخر، والوضع الداخلي هش،
والشعوب الآن تتواقى تبحث عن شرارة اندلاع، ولا تحتاج لأمريكا أن تجيش أو تقوم. الأمر انتهى خلاص، محتوم على وشك الانهيار، النظام كله على وشك الانهيار. يعني البنية الأساسية مالت النظام ليس كما يتصور البعض أنها بنية عقائدية وكذا. العقيدة مجرد غطاء، هي بنية مصلحية. أنت الآن تنظر تسمع وترى بالتقارير اللي تخرج أنه النظام الاقتصادي منهار نهائيا. أين ذهبت أموال إيران؟ ذهبها هو الحرس الثوري، تقاسموها هم الآن في حالة صراع. طيب. بينهم، هل يختلقون عدو ثالث يقاتلونه ليورطوا أمريكا فيه، يشغلوها فيه مثل ما فعلوا في عام 1980 بهجومهم على العراق، ثم جاءت الثورة السورية ورأينا ما فعلوا، ثم دخلوا اليمن، وهذه كلها تمويه. طيب ذاك. طيب سيد جمعة، وضحت الفكرة، سأعود إليك لاحقا، لكن قبل أن نذهب إلى الفاصل تعلق عليه بعد. نعم. أن أسألك باختصار من فضلك، يعني ثمة من المراقبين من قال بأن هذا القرار الأمريكي جاء كمحصلة لفشل أو إخفاق المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين حول جملة من القضايا، منها دور الحرس الثوري الإيراني خارج الحدود. السؤال هو إلى ما طبيعة الدور لهذا الحرس، لهذه المنظمة الذي تريده واشنطن منها؟ نعم، أنا حقيقة أول شيء يعني أختلف بهذا الطرح، يعني اسمح لي، لأن ما زال كلا الطرفين يعول على المفاوضات، أنا أؤكد لك، وهذا سيظهر لاحقا على باعتقادي. بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، إن تكلمنا على ما هي الصيغة الجديدة، هي أمريكا الآن بهذا القرار الذي يدخل ضمن سياق حزمة العقوبات بفئتيها الأولى والثانية، تمام، لأن قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني يدخل في شق الاستراتيجية الاقتصادية حقيقة ولا ينفصل الأمريكية. عنها. نعم، أنا سأقول لك لماذا. لو عدنا، لأن عندما نتحدث عن إمكانات الحرس الثوري الإيراني لابد من التطرق إلى إمكانيات تلك القوة، وأيضا مكامن النقاط والضعف بها وما تمتلكهم منذ تأسيسها بعد نجاح الثورة الإيرانية ب 79 واستغلال الظروف حلب الحرب العراقية الإيرانية، برزت على الساحة السياسية والاقتصادية، شكلت اقتصاد كامل. على الصعيد العسكري لديها قوات برية وبحرية وجوية، يعني نتكلم عن هيكلية جيش كامل، لديها مشاريع ضخمة في حقول الغاز والنفط. تعداد الحرس الثوري الإيراني 125,000 عنصر بسيج. حسب نعم، والبسيج 90,000 مقاتل. أصبح لها ظهور سيدي الكريم في المجلس الشورى، وأيضا لها ظهور في السفارات الخارجية، وظهور أيضا في الجامعات في كل مكان، في تحظى بقداسة ربما. نعم، في داخل إيران لديها الحرس الثوري سيدي الكريم لديه ولاء مطلق للمرجعية العليا في إيران، وأنا أختلف مع ضيفك الكريم، هناك جانب عقدي وهو جوهر، وهو المصدر الأساسي للتشريع للقرارات السياسية. ماذا تريد الحرس لهذا الحرس في الخارج الحدود؟ تريد أن تقطع، أن تجفف جميع مصادر تمويله، لأن قوة إيران، لأن الحرس الثوري الإيراني يعتبر بالمرتبة الثانية المحرك للحكومة المركزية في طهران، ويعتمد على العديد من مصادر التمويل. لأن تعلم، أنت تعلم كما قلت الآن في المقدمة، ثلث الاقتصاد الإيراني بيد الحرس الثوري الإيراني، جميع الاستثمارات الخارجية هي بالحرس الثوري الإيراني، جميع أيضا المشاريع تنفذ خارج النطاق الحدود الإيرانية هي بقيادة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. عندما تضرب إيران، عندما تضرب السياسات الأمريكية منابع التمويل، فهذا سينعكس على الداخل، وهنا جوهر الهدف السياسي المطلوب، لأن عندما يتم الانكماش خارجيا سيؤدي إلى انكفاء نحو الداخل ويؤثر على القرارات السياسية المركزية. كلام حقيقة مهم، لكن هذا الكلام يعني ما يدفعني إلى السؤال الجوهري. ما خيارات إيران؟ ماذا ستفعل إيران للرد على هذا القرار الذي يشكل تهديدا كبيرا على عصبها السياسي والعسكري والاقتصادي؟ لكن بعد الفاصل لو أذنت لي. نعم، هذا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة الحديث بحول الله. Thank you.
يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن قرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. أذهب إلى تونس سيد الكعبي، هل يلزم من القرار الأمريكي أن ينكفئ الحرس الثوري الإيراني إلى داخل الحدود في المرحلة المقبلة؟ أتوقع عكس ذلك أستاذي الفاضل، باعتبار بأن العقيدة العسكرية الإيرانية تؤمن بأنه في حال أنه الخطر يعني وصل إلى المرحلة الجدية فلا بد من أن إيران هي من يبدأ الحرب، وقد أخذت التجربة من العراق. ففي عام 80 عندما بدأ العراق الحرب إيران هي من بدأت العدوان، ولكن العراق هو الذي بدأ الحرب ضد إيران، فالعراق كسب الحرب. ثم أنه في عام 91 عندما بدأ العدوان الثلاثيني على العراق بالحرب، فالعدوان الثلاثيني كان قد كسب الحرب، فأخذت إيران التجربة من العراق مرتين. لذلك يؤمن القادة العسكريون الإيرانيون بأنهم لابد من يبدأون الحرب، ولكن كيف يبدأون الحرب لا يعني بذلك بالضرورة بطريقة مباشرة. فهناك مناطق كالعراق ولبنان، هذه المناطق مؤهلة ومرجحة أكثر من غيرها بأن تشحن فيها إيران نيران الحرب. يعني إيران نعم. لن تسحب الحرس الثوري إلى داخل حدودها، وإنما ستصعد مع أمريكا ولكن في جبهات عربية خارج حدود إيران. نعم، لذلك أقالت جعفري الذي لم يكن يؤمن حقيقة في ترتيب أو تهدئة البيت الداخلي، وجاءت بإسماعيلي وحسين سلامي المعذرة هو قائد الجديد للحرس الثوري، وفورا عينه من منحه لكن معذرة أستاذ عباس، لكن المراقبين للشأن الإيراني يقولون أن حسين سلامي لا يتمتع بنفوذ وبقوة شخصية داخل المؤسسة. نعم، هو غير معروف بالنسبة لداخل المؤسسة، ولكنه معروف بالولاء الأعمى لخامنئي، لسيده خامنئي. هذا ما يعرف به حسين سلامي، وهذا هو المطلوب منه بالمرحلة الراهنة. حقيقة ممكن القول بأن دور الحرس الثوري في القرار هذا وفي الإقالات التي أقرها خامنئي قد يتراجع نسبيا أمام دور فيلق القدس، وهو حيث كان الذراع التابع الذراع الإرهابي التابع للحرس الثوري في العمليات خارج الحدود، الآن أصبح هو صاحب الدور الأكبر بتعيين خامنئي لحسين سلامي. والتناغم الكبير والتناسق التقارب الكبير بين حسين سلامي وتطلعات قاسم سليماني معا، وهؤلاء يركزون على تهدئة البيت الداخلي وإشعال النيران في مناطق أخرى في كالعراق ولبنان وربما نسبيا سوريا واليمن. لكن هل تستطيع أن تفعل إيران ذلك في ظل وضع اقتصادي متردي وشارع محلي محتقن؟ هذا ممكن، هذا وارد باعتبار أنه لديها الكثير من الاستثمارات والأرصدة الموجودة خارج البلاد، وخاصة في سوريا وبريطانيا وفرنسا وفنزويلا ودول أخرى كثيرة حقيقة التي تمتلك فيها إيران أرصدة كثيرة، ولا يهمها الشارع الإيراني بنسبة عالية. يهمها نعم، ولكن لديها مثلا القوات البسيجة والتعبئة للقمع، جلبت بعض من عذرا على التعبير قطعان ما يسمى بالحشد الشعبي من العراق، الحشد الشعبي الإيراني وحزب اللات من لبنان والفاطميون من أفغانستان، جلبتهم إلى الأحواز فوطنتهم بالأحواز، استغلت أزمة السيول التي افتعلتها فسيرتها نحو الأحواز لإغراقها، فجلبت هؤلاء للقمع أي احتجاجات داخلية، ولكن هناك تركيز على خارج الحدود الإيرانية. طيب، أريد أن أسأل السيد جمعة ياسين في جافل في السويد عن أي آثار سياسية أو اقتصادية يمكن أن يحدثها القرار الأمريكي على الساحة الإيرانية، خصوصا في هذا الظرف الذي يعاني فيه الإيرانيون من تدهور حاد في العملة الإيرانية، ومن شارع يعني يتحفز على الانتفاض بسبب السياسات الاقتصادية وبسبب ما يسمونه إنفاق الأموال في غير محلها خارج الحدود. أي تأثيرات سياسية واقتصادية يمكن أن نراها على الساحة الداخلية الإيرانية بعد هذا القرار؟ أنا أعود إلى ما كنت عليه ثم أجيبك على السؤال. تفضل. نحن أبناء الثورة ونعلم من أي شريحة من المجتمع الإيراني يشكل هذا الحرس الثوري.
نعلم جيدا، لا نتكلم بشيء دون أن نعرفه. نحن نعرف من هم الحرس الثوري، وولاءهم لخامنئي هو ولي نعمته، هم المدللين الآن. نعم. لكن الوضع الإيراني الآن، هل أمريكا انتهى يعني بالنسبة لها دور إيران انتهى لحد الآن؟ وإذا كان انتهى، لماذا لم تفعل مثل ما فعلت مع العراق؟ لماذا لم تجيش؟ لماذا لم تدرب؟ لماذا؟ ونحن نعلم عندما أرادت غزو العراق ماذا فعلت؟ جمعت كل المرتزقة ودربتهم. طيب. ثم زجتهم فيه. هذه نقطة كل القاسم الداني يعرفها. لكن النقطة الأساسية الآن، من يظن أن أمريكا سوف تضرب إيران، هذا أمر غير واقعي. لا أتصور أنه واقعي. هذا وجهة نظري أنا، حسب ما عشته وراقبته وتابعته. نعم. لكن الوضع الإيراني الآن، الوضع الإيراني من الداخل مزعزع، يعني ليست هناك أي استقرار. أولا الاقتصاد منهار كليا، والمجتمع كل الشعوب القاطنة ضمن هذه الخارطة هم مستعين من الوضع الحالي. لكن أكو نقطة أساسية، أنه المعارضة الفارسية لا تريد إسقاط النظام، تريد إصلاح النظام، وهذا أصبح أمر غير مهم، لأن النظام خلاص وصل إلى خط النهاية. نعم. وكل الوقائع والأدلة اللي تجي من الداخل تنبئ عن أن هناك تناحر. يعني أنت تصور قاسم سليماني يرشح إلى رئاسة الجمهورية قادم، كيف يتم هذا؟ يعني قاسم سليماني هو إرهابي بالذات، وبقول سعيد قاسمي أحد القادة بلسانه قال: نحن في البوسنة كنا نقاتل جنبا إلى جنب مع القاعدة. هذا من أي زمان كان هذه عطت من الزمن مر على هذه الواقعة؟ وأمريكا لا زالت تبحث عن أدلة وشواهد على أنه. نعم. هل طيب. الحرس الثوري طيب. إرهابي؟ هذه الفكرة أظن أنها وضحت. دعني أنتقل الاستديو، أي خيارات إيرانية في مواجهة هذه الضغوط، سواء الاقتصادية أو في الضغط على الحرس الثوري؟ نعم. الإيراني الذي يملك ثلث. نعم. الاقتصاد الإيراني. لابد أن نؤكد مرة أخرى، لا يوجد حالة إصرار كما على إسقاط النظام في إيران. لا يمكن أن نضع أيضا الحقبة التاريخية جانبا، ونحن نعلم بأن من سلم العراق لإيران هي أمريكا، ومن سمح لها للدخول وأيضا يعني اجتذاذ الإسلام في سوريا ولبنان واليمن هي 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 أمريكا. وهناك العمليات التي كانت في العراق مغطاة من التحالف الدولي تحمي الميليشيات، ولكن الآن هو اختلاف بالاستراتيجيات واختلاف بالتكتيك، يراد أهداف سياسية. لذلك إذا ما استمرت أمريكا والولايات المتحدة باتباع سياسة التصعيد والخنق الاقتصاد، لابد أن إيران لن تسكت، ولابد من أن هناك سيكون هناك رد أيضا لرفع نسبة التأثير. كيف؟ لدى إيران حقيقة العديد من النماذج يمكن أن تلعب بها. أولها يجب أن نؤكد، لا يمكن أن ترد بالمثل من خلال الموضوع الاقتصاد، لأن لا يمكن مقارنة الاقتصاد الإيراني بأمريكا، هذا أمر منتهي. نعم. ما هي الخيارات؟ الخيارات هي أولا، يمكن أن أحد الخيارات أيضا هددت منذ أيام بإغلاق مضيق هرمز. أنا أستبعد هذا الكلام على الرغم من أن إيران ولو كانت تمتلك القدرة العسكرية والسياسية على إغلاق هذا المضيق، لكن اتخاذ مثل هذه الخطوة يعني إعلان حرب، وسيتم بها إشراق العديد من الدول. هذا الممر الاستراتيجي مضيق هرمز سيضع حلفاء أمريكا والعديد من القوى في مواجهة وبموقف حرج. لذلك إيران حتى بحرب الثمانينات قامت بعرقلة حركة الملاحة بهرمز ولم تغلقه، وبالتالي لا يمكن أن تتخذ هذه الخطوة على الرغم من أنها تمتلكها. ما الذي تبقى؟ يمكن أن تنسحب من اتفاق النووي بشكل كلي، وهذا أيضا مستبعد، لأنها ستعطي الذريعة للأمريكان، وبالتالي ستكون أمريكا يا إيران يعني بنظر الرأي العام أنها هي التي فسخت كامل العقد. ستبتعد أوروبا عنها أيضا. نعم بالضبط. إضافة، إيران ما زالت إلى الآن تعول على الدول الأوروبية التي هي تعارض توجهات ترامب وتعتبر العقوبات أنها غير قانونية، كالصين وروسيا وتركيا. من المرجح، لا يمكن الآن الحديث. لكن يمان عفوا، يعني هل هذا القرار
قرار إدراج الحرس الثوري منظمة الإرهابية يحمل في ثناياه في طياته يحمل وسائل الضغط لتقليم أظافر الحرس الثوري الإيراني برأيك؟ من المؤكد عندما يتم تجفيف المنابع التمويل قوة الحرس الثوري الإيراني ليس فقط بالتشكيلات البرية ولا العسكرية، على الرغم من امتلاكها العديد من الميليشيات والأزرع سواء في جنوب لبنان أو حتى في سوريا. تلك الآن إيران مؤخرا كانت تعمل على ماذا؟ على جعل تلك الميليشيات تؤمن تمويل ذاتي، لكنها فشلت. هل تعلم لماذا؟ لأن كل البلدان العربية هي في دقة اقتصادية من انهيار منظومة الأسد الاقتصادية وصولا إلى لبنان. الآن هناك أيضا منظومة الأسد في سوريا بالضبط أيضا، يعني الاعتماد لتأمين الميليشيات لموارد تأمين ذاتية من دون الاعتماد على المرجعية الأولى في طهران هذا بات أمر غير ممكن. لماذا؟ لأن جميع هذه الدول باتت في ضاقة اقتصادية، لذا إيران يمكن أن تناور في هامش مساحة كبير، يمكن أن تحرك أذرعها من خلال الحركات الفلسطينية وهي تدعم حماس، ممكن أن تناور عن طريق حزب الله في لبنان من خلال تسخين الجبهة الجنوبية. منذ يومين صديقي حزب الله كان هناك في تصريح على أن الصيف المقبل ستكون هناك حرب إسرائيلية وأيضا مستهدفة لحزب الله، ومع العلم بأن حسن نصر الله نفى هذا الموضوع، ولكن أمريكا تمتلك الذراع لشن الحرب على حزب الله وتحريك الجبهة الجنوبية بحجة امتلاك العديد من الصواريخ، وأيضا إيران تمتلك الذراع بأنها سترد على العقوبات الاقتصادية. يمكن أيضا أن تحرك أذرعها في اليمن، يمكن أن تحرك أذرعها في سوريا، ولكن ليس فقط لموضوع رفع التأثير وأيضا لكن أنت تحدثت عن قضية مضيق هرمز وهي قضية مهمة جدا، أريد أن أبحثها معك بشيء من التفصيل، لكن لو أذنت لي قبل أن أذهب إلى تونس مرة أخرى. يعني كما لاحظنا أستاذ عباس، الحرس الثوري يحظى بتكاتف الصف الداخلي على الأقل الإصلاحيين والمحافظين الذين يشكلون جل المشهد السياسي في الداخل الإيراني يقفون وراء الحرس الثوري على الأقل في البيانات الصادرة رسميا عنهم. هل لهذا القرار أن يؤثر على هذه الجبهة المتماسكة وراء الحرس الثوري الإيراني، الجبهة الداخلية؟ عذرا أستاذ الفاضل، قد لا أتفق مع من يقول بأن الحرس الثوري لديه ولاء مطلق لخامنئي أو للنظام، والدليل على ذلك لو كان لديه ولاء مطلق ولو كانت هناك ثقة عالية في قادة الصف الأول والثاني في الحرس الثوري لما قام خامنئي بإقالة المئات من هؤلاء القادة في الحرس الثوري وجاء بوجوه جديدة أكثر ولاء، فهو في هذه الأزمة حقيقة يستغلها لتغيير الوجوه وللمجيء بوجوه أكثر ثقة ولديهم طاعة عمياء ولا أعمى للنظام، وتحديدا لنجل خامنئي وهو مجتبى، وهناك يعني تخريجات وبعض المعلومات تفيد بأن خامنئي يمهد لكي يسلم الخلافة إلى ابنه مجتبى خامنئي لكي يكون مرشدا لما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران من بعد خامنئي. هذه نقطة. النقطة الأخرى، إيران ردة فعل أيضا أنشأت غرفة الحرب الاقتصادية مؤخرا لمواجهة الأزمة، كما أن الاجتماعات أصبحت كثيفة جدا للمجلس التنسيقي لرؤساء السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتي عادة ما تعقد تحت إشراف وبحضور خامنئي نفسه. وأيضا مؤخرا وفي الأشهر الأخيرة ومن بعد العقوبات الأمريكية الحازمة والصارمة ضد إيران، خامنئي خفف كثيرا من لهجته ضد روحاني وضد الرئاسة وضد الحكومة الإيرانية. هذه الإجراءات الاحترازية قد اتخذتها إيران فعلا، وهناك المزيد من الإجراءات قد تتخذها أيضا. أستاذ عباس، بمعزل عن هذه الإجراءات التي ربما نتوسع فيها بعد الفاصل، الآن علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس إيران من عام 1989 إلى 97 ولايتين، طرح فكرة دمج الحرس الثوري ضمن الجيش، ضمن المؤسسة العسكرية النظامية الرسمية، لكنه قوبل بالرفض ومقاومة من قبل المحافظين. إلى أي مدى هذا القرار وتخفيفا للضغط على إيران يمكن أن يعيد طرح هذه القضية بحيث يتم احتواء الحرس الثوري الإيراني داخل المنظومة العسكرية الجيش النظامي؟ قد لا يتم ذلك، والدليل على ذلك بأنه هاشمي رفسنجاني قد اغتيل سنة 2017 على خلاف التخريجات والأخبار التي تقول بأنه توفي، والدليل على ذلك ابنة هاشمي رفسنجاني فائزة رفسنجاني أكدت بأن والدها قد مات أثر التسمم الإشعاعي. لماذا؟ يعني وإن كان ليس موضوعنا ولكن باختصار لماذا يعني يغتال؟ لماذا؟ قبل اغتيال هاشم الرفسنجاني بسبعة أشهر تقريبا كانت لدينا معلومة كأحوازيين، معلومات خاصة وردتنا بأن إيران مقبلة على
حدث شبيه بالانقلاب ولكن ليس بانقلاب بأثر معنى الكلمة، أي أن هاشمي رفسنجاني كان يخطط للقيام بحدث كبير داخل إيران والقيام بانقلاب على خامنئي، والدليل على ذلك حتى الإقالات حقيقة لم تبدأ اليوم بل بدأت من بعد اغتيال رفسنجاني، وتمت إقالة وتصفية العديد من العناصر والمسؤولين الإيرانيين في الحرس الثوري وغيرهم من الذين كانوا موالين لهاشم رفسنجاني، وحتى بينهم رجال فيما يسمى بالحوزات العلمية الإيرانية وفي الحرس الثوري ومسؤولين آخرين إيرانيين وخطباء جمعة الذين كان يحضرهم للقيام بهذا الحدث. أفكار وأطروحات هاشمي رفسنجاني لم تكن مقبولة لدى النظام الإيراني، فالنظام الإيراني وخامنئي تحديدا الذي يشرف على كل مفاصل الدولة والحكومة أطروحاته مختلفة تختلف تماما عن أطروحات هاشمي رفسنجاني، فمن الصعب إدماج الحرس الثوري بالجيش، ولكن لا بد من القول بأنه بعد أن كان الحرس الثوري بمثابة الابن المدلل بالنسبة للنظام الإيراني، اليوم نلاحظ بأن فيلق القدس هو الابن المدلل الحقيقي للنظام الإيراني. نعم نعم، يجب أن نذهب إلى الفاصل الآن، وصلنا إلى الفاصل الأخير، لنا عودة بعد قليل إن شاء الله. مواقع التواصل الاجتماعي مؤثرة في زمننا، زاد اهتمام الشباب بالفضاء الإلكتروني. نعرض لكم أبرز المقاطع والأحداث، نبحث دائما عن كل جديد في مواقع التواصل، نستعرض ما يهمكم، نقاشاتكم والقضايا التي تدخل في إطار اهتماماتكم في برنامجنا فرصة لآرائكم المتعددة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ جمعة، بما تفسر الإقالات التي أمر بها المرشد الإيراني علي خامنئي بحق عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني؟ أمر طبيعي بالنسبة للوضع الآن. الرجل يحاول أن يمسك العصا من الوسط، يعني يرضي أطراف ويجيب أطراف ويزيح أطراف. هذه مسألة طبيعية جدا، طبيعية بالنسبة للخامنئي. أما الحرس الثوري، الكل هو في ميزان واحد في نظر الشعوب الإيرانية ضمن خارطة إيران. هذه الشعوب الآن، هل إيران، أنا لا أتفق مع أحد أن إيران ستدخل حرب مع أمريكا إلا إذا اعتمدت على تنظيماتها في الخارج في الوطن العربي، أما أن تعتمد على الداخل ضمن خارطة إيران، كل أي شعبية مائل، أي وجود إنسان يميل إلى هذا النظام غير موجود. خارطة إيران كلها إذا درتها، الذي لم يخسر أخيه خسر ابن عمي، أما قتلا أو إعدام أو سجنا. فأمريكا لا تريد أن تسقط النظام الآن لأنها بحاجة له، متى ما قررت أن تسقط هذا النظام هزة وحدة بسيطة ينتهي هذا النظام. وقوف مع الشعوب، الغير فارسية، موقف واضح ودقيق، هو راح يسقط هذا النظام. طيب، إذا الوقوف مع هذه الشعوب، لكن أريد أن أسأل الأستاذ الكعبي عن وسط هذه في تونس، وسط هذه التجاذبات والتوتر العالي الحاصل الآن بين الدولتين،
هل يمكن القول إن واشنطن وطهران هما أقرب إلى الحرب منه إلى الاتفاق في هذه المرحلة؟ أستاذ عباس تسمعني؟ عذرا نعم طيب. انا اقول انه وسط هذه التجاذبات والتوتر العالي والتصريحات المضاده من الطرف الثاني، هل الدولتان الان هما اقرب الى الحرب منه الى الاتفاق اكثر من اي وقت مضى؟ اتوقع ذلك باعتبار انه قبل ايام فقط اكد علي واعظ وهو مسؤول المجموعه الدوليه لاداره الازمات او الازمات الدوليه، أكد بأنه خلال عام في حال عدم حدوث حرب بين إيران والولايات المتحدة فهذا يعني حدوث معجزة حقيقة. برايان هوك مسؤول القسم المختص بالشأن الإيراني داخل الخارجية الإيرانية يؤكد بأنه بعد أشهر قليلة سيصل صادرات النفط الإيرانية إلى صفر، فهذا يعني قتل لإيران، يعني قتل لاقتصادها والحرس الثوري وميليشياتها وكل شيء. فبالتالي الحرب متوقعة جدا، وخاصة لكن أستاذ عباس أنت قلت هذا فيه قتل للاقتصاد الإيراني، لكنك قبل قليل ذكرت بأن إيران هذا لن يؤثر فيها كثيرا لأنها لديها الكثير من الاستثمارات مع فنزويلا وفي بلاد عربية وبلاد أوروبية كثيرة وفي لندن إلى آخره. نعم، هذه الاستثمارات الموجودة بالمليارات وهي تعود في بنسبة كبيرة إلى مجتبى خامنئي وأشقائه الأصغر من مسعود وميثم خامنئي، هذه للتمويل. ولكن في حال تجميد هذه الأرصدة التي توجد في بريطانيا وفي فرنسا وفي دول أخرى هذه الأموال ونقلها وتزويد الميليشيات أو المرتزقة والأذرع الإيرانية المتواجدين هنا وهناك، هذه من ناحية. ثم أن حرب كهذه يعني أن تمويل هذه الأذرع يعني حقيقة يحتاج إلى مبالغ ضخمة، ونحن نعرف أن الاقتصاد الإيراني يتعطش على النفط ويعيش على النفط والغاز الأحوازي حقيقة. طيب. فمن أين لها الأموال لتمويل هذه الجهات في حال يعني أن وصلت إلى الصفر صادرات النفط والغاز؟ هذه من ناحية. من ناحية أخرى يعتقد خامنئي بقيامه بالإقالات بأنه سيسيطر على الأزمة الداخلية، ولكن الحقيقة الأزمة ستتفاقم أكثر وأكثر وستدخل النظام في أزمة جديدة بسبب الولاءات والانتماءات الشخصية داخل صفوف الحرس الثوري الإيراني. ولا شك أن الحلقات المقربة من قادة الحرس الثوري المقالين ستكون لهم ردة فعل سلبية باتجاه النظام يعني، وهذا يهدد النظام حقيقة. ثم أن القادة الجدد لا يمكن لهم الإحساس بالطمأنينة بالاطمئنان والامان تجاه، فهم يتوقعون اقالتهم وتصفيتهم في اي لحظه من اللحظات. فالحرب متوقعه بنسبه كبيره، ولعل مؤتمر فارشو في 13 فبراير العام الحالي، وهناك احداث اخرى تمنيت انه كان لو كانت هناك امكانيه او فرصه قليله نتطرق اليها بعجاله. نعم. وهذا ارجو المعذره. نعم. منك، لم يبقى معي الا القليل من الوقت، اعتذر منك. وهنا في الاستوديو اجد نفسي اعود اليك. يعني وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال، عبر عن اعتقاده بأن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لا يريد حربا مع إيران، ولكنه قد يدفع إلى هذه الحرب من قبل إدارته التي تحوي عددا من الصخور كما هو معلوم. ماذا تقرأ في هذا التصريح؟ هل أن الإيرانيين يتلمسون الحرب الآن مع الأمريكيين؟ أول شيء أقرأ بهذا الموضوع سيدي الكريم أن جواد ظريف الدبلوماسي والسياسي يعني لديه بال طويل وفكر جيد في هذا الموضوع، يعلم الانقسامات الداخلية داخل الإدارات الأمريكية ويعلم أجنحة الصراع سواء ما بين الكونغرس أو البيت الأبيض، لأن من المعروف أن هناك دوائر صغيرة داخل الولايات المتحدة تعارض حتى قرار ترامب واتباع سياسة يعني الخنق الاقتصادي لإيران. فهذا الموضوع هو معروف، وبالتالي هناك يعني الإرهاصات الجوهرية تعلمها حقيقة مركز صناع القرار الإيراني بعدم رغبة حتى إسرائيل والأمريكا بموضوع حرب مباشرة، لأنه لو كان هناك حرب مباشرة لاتبعوا الأسلوب الأمني ولم يتبعوا الأسلوب الاقتصادي. لماذا يريدون حربا مع إيران الأمريكيون والإسرائيليون؟ الطرفين ليس لديه الآن القدرة وحتى التوجهات الكاملة لدخول حرب مباشرة، لأن هذا يعني الأمريكان يعلمون الدرس من خلال حربهم الخسارة في العراق وحتى بحروب مع أفغانستان. تغيرت استراتيجية الحروب حقيقة إلى من الحروب المباشرة من بعد سقوط نظام صدام حسين إلى الحروب بالوكالة والاعتماد على يعني قوة محلية، وهذا لأنها أقل تكلفة اقتصاديا بالنسبة للجميع حتى الأمريكان. كيف ستحارب إيران؟ هل هناك نظرية الحرب
بالوكالة مع الإيرانيين مطروحة الآن؟ هي موجودة حقيقة. كيف هي موجودة؟ عن طريق تجلياتها. نعم، عن طريق الآن، عن طريق الأذرع من خلال إيران، وعن طريق أيضا اعتماد الأمريكان على قوى محلية سواء في سوريا، يعني لديها قوى محلية، وحتى في العديد من الدول. هذا لا يوجد للأمريكيين قوى محلية باستثناء الأكراد، والأكراد لا يطرحون نعم مشروع مواجهة إيران. لأجل ذلك فعل هنا السلاح الاقتصادي على حزب الله، لأنه يعتبر ذراع إيران في لبنان، وبالتالي أيضا نفس الاستراتيجية المتبعة مع الحرس الثوري الإيراني المتبعة مع حزب الله. وبالتالي هذا الموضوع، أنا أريد أن أؤكد إلى نقطة بأن رغم كل التصعيد الآن الذي نشهده في الإعلام، لكن لا يفضي إلى مواجهة مباشرة ما بين الطرفين. إيران ما زالت تعول على موضوع انتهاء فترة إدارة ترامب في 2020، وأن تأتي إدارة جديدة تسمح باختراق ثغرة تعيد المفاوضات بمعادلة وجود الأطراف على طاولة التكافؤ، وليس وجود إيران من خلال موضوع الضعف. طيب، أشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه المشاهدة، التي يسعني أن أشكر في نهايتها ضيفة في الاستوديو، الأستاذ يمان دابقي، الباحث في مركز برق للسياسات والاستشارات، وكان معنا عبر سكايب من تونس الأستاذ عباس الكعبي، رئيس المنظمة الوطنية للأحواز أو الكاتب الصحفي أيضا، وكذلك عبر سكايب من مدينة جابل السويدية السيد جمعة ياسين الناشط السياسي الأحوازي. شكرا لكم، في عناية الله تعالى.